السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحيح، تكون لاباس اموركم طيبه. ما تستيوش عليا، بعيد عليكم، راني مريضه وبنيه بجوج كيضروني. بعيد عليكم، تعصبت، تنيرفيت ديال بصح. جالسين، حميد مشات له لاكارت. هادي واحد شحال هادي حميد؟ واش عرفنا ان مشات لك لاكارت؟ لا، فوقاش عرفنا حنا بان لاكارت مشات لك. هادي لا، ماشي سيمانه قبل مني بغينا نقاليزيو داك الورق. جينا نقاليزيو واحد الورق وكنقلبوا على لاكارت ناسيونال ديال حميد، ما لقيناهاش في الدار. ما لقيناش البنات لاكارت ناسيونال ديال حميد، قلنا حقا ما حقي يكون تلفات له في لابيسين ولا شي نهار طاحت له. هادي وهادي داز دابا هادي شي اسبوع عاد باغي يمشي ديكلاري على حساب لاكارت ناسيونال باش يقاد وحده جديده. فما الا به، وانا نط سولته قلت له حميد فراسك راه الكاشي مقلي كيبان لي. دخلت رونت البنات الدار كامله، الا صورت لكم الدار حالتها، رونت الدار كامله. حميد كيقلب، جبت الحوايج ديال البرد، جبت الجواكت، جبت كلشي كلشي. تخيلوا الجوبه كنقلبهم على داك الكاشي ما كاينش، وانا عاقله اخر لحقاش ما خدمناش به. اخر مره كنت حطيته مع الوريقات، حيت انا حاطه الوريقات الباسبور كلشي حطاه مقاده واحد فوق واحد وحطاهم فواحد البلاصه في الخزنه. يعني اخر مره كنت حاطه انا تما، ما كاينش الاثر ديالو البنات. تخيلوا السداده قلبتهم، كلشي قلبته ما كاينش. يعني الكاشي ولا كارت ناسيونال ديال حامي تشفر لي مقلب داري، من قلب داري تشفر لي لا كارت ناسيونال والكاشي ديال الكاشي ولا كارت ناسيونال ديال حامي. عرفتو قسما بالله العلي العظيم، ملي بديت كنقلب اقسم بالله العلي العظيم الا ودنيا بزوج دابا كيصوتو وهضرتي كنسمعها لداخل داك الفقصه اللي تفقصت. قلبت كلشي، رونت كلشي، يعني ما غاديش نقول انني راني ظالمه شي حد ولا راني في كلشي قلبت. تخيلوا فوق الثلاجه قلبت، ما خلينا تثق انت وحميد ما قلبناش. المساج اللي بغيت نوصل من هاد الفيديو هذا، ديروا اتونسيون. دابا انا عارف الاعداء ديالي شكون ياكم، ولكن داك الاعداء ديالي ما كيدخلوش عندي لداري. يعني هاد العدو غادي يكون صادق، فهمتوا؟ انا مازال ما بغيتش نتقلد بتا واحد، مازال ما عارفاش حتى شي واحد واش فري هو اللي داه ولا ماشي هو. ما شك في حتى شي واحد، حيت كلشي دخل عندي للدار، بزاف دخلوا عندي للدار، شي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي 10 ماشي بزاف. المساج اللي غنوصل من هاد لا فيديو هذا كيف ما قلت لكم، ديروا اتونسيون، ما تدخلوش الوريقات ديالكم. شوفوا ما عمركم ما تشوفوا هذاك اللي كيضحك لكم، هذاك اللي كيضحك لكم هو الغدار. الوريقات ديالكم خبعوهم. كي قالت لي ماما كانت كتقولها لي، كتقول لي شوفي بنتي، كتقول لي شوفي بنتي، خدي شي سامسونيت ولا شي حاجه بالقفل وبكل شيء وخبعي فيها وريقاتك. انا ما ديتش ريها لحقاش، انا ما عمرني ما قديت نادي شي حد ولا نمد يدي على الورق شي حد ولا على شي حاجه ديال شي واحد، ما عمري في حياتي. الا لاحظتوا اخر فيديو كنت صورته لكم كنت طابيت به ووريته لكم، لدرجه انا بزاف ديال الناس جاو كيسولوا لي وكيقلبوا كيلاخروا من داك لا فيديو هذاك. المهم كيف ما قلت لكم البنات، حميد دابا راه باقي كيقلب وراه ما كاينش في الدار، راه والو والله ما كاين في الدار. قلت لكم ماما كانت كتقولي منى ديري اتونسيون بنتي من الناس. انا كنضحك اللي كيضحك لي كنقول له حبيبي، اللي كيضحك لي كنقول هذا راه معايا مزيان. وهي الصراحه الحقيقه راه ما كاينش من هادشي كامل. كنصحكم البنات، عمركم ما تثقوا في شي حد وتدخلوه لداركم وتعطيو الثقه كامله. انا تخيلوا بيت النعاس ديالي اللي حاطه فيه حوايجي ما عمرني ما درت له السير، وكيجيو عندي الضياف بيت النعاس ديالي محلول، كلشي كيدخل له من هبا ودب كيدخل له. انا غنقول لكم واحد الحاجه، شفتوا اللي دا هاد الكاشي؟ راكم كتفرجوا في الفيديو، اللي دا هاد الكاشي واللي دا هاد لاكارت ناسيونال، انا غدا السبت ان شاء الله الحد، انا كنصور لكم دابا هاد لا فيديو، هادي راه جوج ديال الليل. غدا السبت الحد اثنين ان شاء الله. قال لي بابا راه كيكون بيرمانوس، غادي نسول غدا السبت، ما كانش اثنين غنصبح في الكوميساريه غنديكلاري بلا ونسيت ما قلت لكم شو الكارنيت شاكد حامل هادو مشاو كارنيت الشاب لا كارت ناسيونال والاخر الكاشي، هادو بثلاثه غادي نمشي نديكلاري بهم. الا دارت شي حاجه بهم ولا شي حد خدم شي حاجه بهم ولا نصب بهم فغادي تبانوا. لحقاش هذا سميتو بلاد القانون، راه غادي يبان اللي غادي يدير. انا غنتابعهم قضائيا وما غادي نمشي حتى نعرف، سواء صوتو بهم سواء ما قديتو بهم حتى حاجه، ما غنمشي حتى نعرف شكون هذا اللي دالي هادشي من قلب داري.
شكون اللي كيفاش غتجيكم انكم تدخلوا لدار الناس وغتهزوا منها شي حاجه اللي هي ماشي ديالكم؟ ما فهمتش. المهم انا غادي نمشي، غادي نتابعهم قانونيا وغادي نوقف على هذا الشيء حتى يبقى عرق فيا واحد تنعرف شكون اللي خداه لحقاش غتبان الحقيقه. يعني انا غير باش نقول لكم راه دائما كيقول لك الظلم 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 الظلم، كيجي الحق كيديروا بط كيطيحوا الارض. يعني مادام انكم جيتوا ودخلتكم لداري وداخلين عندي للدار وهزي لي مقلب داري وريقاتي، راه ما غاديش تربحوا بهم حتى حاجه، يعني ما غتخدموا بهم حتى حاجه، راه واخا ديروا اللي درتوا غتفرشوا. لحقاش القانون وحنا في 2020 دابا، راه مابقى والو 2020 وحنا في 2020. يعني دابا الانسان قبل ما كيفكر في شي حاجه راه كتبان، والله سبحانه وتعالى كيبين الحقيقه وكيبين الحق وما كيخليش الظلم يبقى طالع. فغنقول لكم واحد النصيحه البنات، ما عمركم تثقوا في الناس اللي كيضحكوا لكم. لحقاش انا متاكده انني مع المده منين غنعرف شكون غادي يزق هذا صديقه ولا صديق مقرب ولا شي حد من العائله اللي انا عندي عزيز، فهمتوا؟ يعني ماشي كلشي ضحك لك، انا راه ما ظلمت حتى حد، دابا راه ما شك في حتى شي حد. لحقاش ما يمكنليش انني نقول فلانه ولا فلان ولا فلان حتى وانا ما شايفاش بعينيا. كيقول لك بعد الظن اثم، والله البنات ما ظلمنا في شي حد. لحقاش دخلوا عندي بزاف، شحال قدني نظلم نظلم فلانه ولا فلانه ولا فلان ولا فلان؟ ما يمكنش. قلبي كيضرب ماشي زعما قلبي كيضرب، لحقاش مخلوعه. انا عارفه واخا تخدموا اللي خدمتوا بهم ولا واخا تقدوا اللي قدرتوا ولا تنصبوا اللي نصبتوا راه غادي تفرجوا، غادي تبانوا على حقيقتكم. لحقاش ربي كبير والقانون يدو طويله، فهمتوا؟ القانون يدو طويله، غادي تشدوا تجبدوا تجبدوا. وغادي ندير انا والله يجعلني ما عرفتش شنو، نجيب لا بيجي وضربوا البصمه تما وغتبان. لحقاش انا الضيف ملي كيجي عندي للدار ما كيمشيليش لخزنتي، خزنتي اللي فيها البصمات تما خوتي حتى بابا ما عندوش البصمات تما. يعني انا اخرتها عييت غادي نجيبهم يضربوا البصمات في الخزنه، حيت انا كان عندي في الخزنه وخزنتي بالساروت والساروت فيه، فهمتوا؟ يعني ما غاديش تعذبوا راسكم، الساروت حيدوه من هنايا وفتحوه من هنايا صافي هي فتحات لكم. يعني انا غنعرف منين جيت نخدم وتفكرت الكاشي خصني يطبع، انا الكاشي غنخرج واحد جديد وغنبدل المعلومات كاملين غير باش تكوني على علم. يعني ما كيفاش توصلي كتقولي زعما غتكاسيني؟ راه ما غتكاسينيش، يمكن بغيتي تلعبي لي على الاعصاب، راه موراكي لعبتي لي على الاعصاب. ولكن علاش لعبتي لي على الاعصاب؟ ماشي حيت مشى لي الكاشي ولا حيت مشات لي لاكارت نص ولا حيت مشى الشيك، لا لعبتي لي على الاعصاب. لحقاش مشى لي شنو كيقول الاخر، مشات لي بغيت نعرف شكون اللي دخل لي لداري وراح. انا ما كيدخلوش عندي اللي كنكرههم، كيدخلوا عندي الناس لي عائله ماشي شي حاجه اخرى. ما باش ودخلات عندي واحد الامي ديال حميد حتى هي دخلات عندي للدار وجبت لها داك الوراق. يعني انتيا غادي تبالي الا كنتي انتي، ولا كان واحد اخر غيبان. انا من هذا الميساج انا شوفي كنهضر على كلشي، كان هادوك كاملين اللي دخلوا عندي للدار كاملين من ا جوسكا زد راني كنعلمهم دابا، محد خوتي بابا ماما كلشي غادي كلشي راني دايراهم في اللائحه، حيت ما يمكنش ان شي حاجه تمشي لي من الدار. وما تهزت لي فلوس، انا كانت عندي تما الفلوس، ما تهزت ليش الفلوس، كانت عندي الفلوس، كانت عندي ما تهزتش الفلوس، ياك الفلوس اللي كنا حسبنا كامله هي هذيك، ما تهزت ليش الفلوس، تهز لي الكاشي لا كارت ناسيونال والشاك ثلاثه، هادو ثلاثه اللي تهزو من الدار. لا كارت ناسيونال حامي، حيت انا لا كارت ناسيونال ديالي انا يمكن كون لقاوها تما غيهزوها. لا كارت ناسيونال ديالي انا دايرها فواحد البسطام وداك البسطام كان تالف. دابا منين جبت لقيت البسطام تحت واحد المانطا لقيتها لتحت، يعني انا ما كانش عندي تما. دابا مهم راه غادي يبان الحقيقه. انا دابا كنهضر معكم البنات منها مسرده ميساج لهادو كاملين اللي كانوا جاوا لحقاش كيتفرجوا فيا كاملين، مسرده لهم ميساج من هنا ومنها باش ديروا اتونسيون ما عمركم ما تضحكوا. شوفوا اللي ضحك لكم، اللي ضحك لكم كامل راه ما كيبغيكمش، والله ما كيبغيكم، قليل قليل واحد النسبه قليله. لحقاش انا دخلت غير الناس اللي كيضحكوا لي وغير الناس اللي كيعنقوني وغير الناس اللي كنثق فيهم انا، ما دخلتش الغريب، ما دخلتش انا حتى حد غريب. هذا ما كان البنات، كنتمنى ان يوصلكم هذا الميساج ديالي اللي راني كنصورو في جوج ديال الليل، فكنتمنى ان يوصلكم هذا الميساج ديالي البنات.
ومنه درتو ميساج اونفوي للاخرين ومنه باش تفهموا نتوما تكون كلكم كعبره كلكم كعبره ما عمركم ما تخليو ورقكم ولا اي حاجه مهمه في حياتكم ما تخليوها باينه للبراني حيت ما حيت اللي كان الا شافكم غاديين فواحد الطريق اللي هي مزيانه غيبغي يكاسركم انا ما غاتكاسوني شي معايا ربي ولكن خصكم تكونوا عبره انا ما يمكنليش نمد يدي على شي حاجه ماشي ديالي ما يمكنليش نمد يدي على ما صوروا بغير اللي غادي يمشي يدير شي حاجه هذه يهود الحبس غادي يهود الحبس وحق الله البنات قسما بالله اللي هزو ولا اللي غادي يدير به شي حاجه اقسم بالله غادي تهود الحبس من هنا كنقول لك راه والله الا غادي هذه انا بداك التصريبه سالبنا دابا دابا شنو غنعاودو نصاوبو كاشي نتا وجديد غنعاودو نصاوبو لاكارت ناسيونال نتا وجديد غنعاودو نصاوبو كارطون ديك واري انا غادي نصاوبو كلشي نتا وجديد كلشي غيتصاوب نتا وجديد داكشي علاش دابا داكشي علاش دابا غادي يعني بحال غير كصاونه في الفلوس اول حاجه وعاد الصبوني حيت انا قسما بالله البنات الا ودني بجوج كيضروني اقسم بالله ودني بجوج كيضروني شرب دو لي برام باش يهدنو راه تكالمو شويه هذا ما كان البنات ما عمركم ما تثقوا كنقول لكم الثقه حيدوها حيدوا الثقه حيدوا الثقه وديو الريد والديكم كون ديت الريد ماما ما غيهز لي حتى واحد شي حاجه انا ما ديتش الريد ماما حيت انا ما يمكنليش نمشي للدار شي حد وغادي نهز له نفتح له خزنته نهز له من داك الشيء ما يمكنش ما الله يهدي ما خلق وصافي هذا ما بغيت نوصل لكم البنات وسمحوا لي بزاف على هذا الفيديو هذا ولكن عمركم ما ديروا ثقه كنعاود نقولها ونعاود نقولها لحقاش دوشيت انا تسرقت قلب داري وهذه قبيح حاجه واللي قبيحه اكثر هو انك ما عرفاش شكون واللي قبيحه اكثر هو ان ما كيدخلش عندك شي حد عدوك كيدخلوا غير الناس العزاز عليا يعني هذا هو المشكل يعني كي كيقول لك ما تخافش من عدوك خاف من صديقك وهو عدوك فهمتوا خاف من اللي كيضحك لك وهو كيقلب كيفاش يحشي فيك جنويه المهم سمحوا لي بزاف على هذا الفيديو هذا كنتمنى انكم تسمحوا لي وما ديروش الثقه سلام عليكم